نرجع لإذن النيابة العامة، أخطر ورقة في أوراق القضية إذن النيابة العامة له بطلانين، بطلان صدور إذا تخلف شرطي الإصدار أو أحدهما وصدر الإذن يصدر باطلاً ويترتب عليه على هذا البطلان بطلان كافة الإجراءات والنتائج المترتبة عليه تطبيقاً لنص المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية. البطلان الثاني بقى مش بطلان صدور بقى، وعشان كده لما أبص ألاقي بعض زملائنا يجوا قدام المحكمة يقولوا أنا بدفع يا فندم ببطلان القبض والتفتيش لبطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات. الكلام ده غلط، مفيش حاجة اسمها بطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات، ده البطلان ده بطلان صدور. وعشان كده لما هتيجي قدام القاضي وتقول له بطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات هيعرف ان انت فاهم، لان بطلان الإذن ذاته ده موضوع تاني. ننتقل بقى الى بطلان الإذن ذاته. وانت بتشوف القضية كده وبتبص على الإذن عشان تعرف انه الإذن ده باطل ولا صحيح لازم تعرف أركانه، لازم تعرف أركان الإذن. لو عرفت أركانه يبقى هتعرف إن الأركان متوفرة ولا الأركان مش متوفرة. لو أركان مش متوفرة أو ركن واحد مش متوفر بطل الإذن، مش بطل الصدور، بطل الإذن ذاته. وعشان نعرف إن الإذن ده باطل تعالوا نشوف أركان الإذن إيه. واحد، ركن الأول واحد، يجب أن يكون إذن النيابة العامة مدوناً بالكتابة، يجب أن يكون إذن النيابة العامة مدوناً بالكتابة. إذن بالضبط، إذن بالتفتيش، إذن بالتسجيل السمعي، إذن بالتصوير المرئي، لما بتوع الرشاوي ويدي إذن عشان يصوروا لحظة قبض الرشوة ده النيابة بتدي الإذن. أي إذن يجب أن يكون مدوناً بالكتابة، تكتب بعديها كده أصل عام، أصل عام. يعني الأصل العام أن يكون إذن النيابة العامة مدوناً بالكتابة، ولكن يجوز، ولكن يجوز أن يصدر إذن النيابة العامة شفهياً أو برقياً. شفهياً يعني بالتليفون، برقياً يعني تلغرافياً، ولكن يجوز أن يصدر إذن النيابة العامة شفهياً أو برقياً في حالتين: في حالة الاستعجال أو حالة الضرورة. اللي بقوله لكم ده لو كتبتوه وبيضتوه هيبقى مذكرة هتنفعكم بعد 10 و15 سنة، ربنا يمد في عمركم. لأن الحاجات دي ده فقه جنائي متعمق مش موجود دلوقتي. وعشان كده بقول لي دايما لزملائي لو عندك كتاب قديم اوعى تفرط فيه وكل شوية ترممه، لأن في كنز جوه اللي أنا بقوله ده، في كنز الكتب دي. لو ما عندكش الكتب دي خد اللي أنا بقوله لك وحطه على الكمبيوتر، اكتبه وتجلده وتشيله عندك في مكتبتك. جات لك قضية مخدرات طلع ده، هتلاقي كل قضية مخدرات تتعرض عليك لن انت حضرتك هتاخد كل الدفوع والدفاع اللي موجود اللي انا بقوله لك، سواء قضية مخدرات، سواء قضية قتل عمد، سواء قضية رشوة، سواء قضية اختلاس، قضية السلاح على المال العام، التزوير في اوراق رسمية، كل جناية تبقى عامليها انت مجلد، هيبقى مفيش حد زيك، الناس هتستعير منك الكلام ده.
حضراتكم أصل عام، إذن النيابة العامة يجب أن يكون مدوناً بكتابة أصل عام، ولكن يجوز أن يصدر إذن النيابة العامة شفهياً أو برقياً في حالتين: حالة الاستعجال أو الضرورة.